مرحبا، أنا محمد صابر، معلق صوتي مصري وواحد من الكثير من الأصوات الناطقة باللغة العربية. أسجل من الاستوديو الخاص بي وبنفس الجودة التي تسمعونها الآن. أقدم خدمات التعليق الصوتي بمختلف أساليب الإلقاء عبر أدوات احترافية. كان أول تسجيل صوتي لي عام 2016، وأتطلع دوما إلى الأفضل. أدرك على الدوام أهمية الصوت البشري ودوره في التعبير عنه، وهذه أساليب إلقاء مختلفة. الأسلوب الوثائقي. مثلث برمودا. في مكان ما في هذه المياه يكمن الجواب عن أحد أسرار العالم الأكثر غموضا. هناك أكثر من مليون لاجئ في ألمانيا الآن، هرب معظمهم من ويلات الحروب. تابعنا لعامين أسرة سورية في كفاحها من أجل التأقلم على الحياة في مدينة صغيرة بألمانيا الشرقية. الأسلوب الدعائي. البذرة الطيبة تنتج ثمرة طيبة، وكذلك سلطتنا ننتجها من أجود المحاصيل. تبدأ بقطفها وتنقيتها ومعالجتها بأحدث المعدات. الحواجز تبوظ أي علاقة؟ في بنك MBK شلنا الحواجز الإزاز من أول يوم. MBK مصر 10 سنين علاقة ناجحة بين عميل وبنك. أم عبدالله تبي تجدد ديكورات البيت ومحتارة؟ التصميم؟ الأثاث ودوشة التعديلات؟ لكن الحل جدا سهل. الأسلوب الإذاعي. التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، أهلا بحضراتكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري إلى عناوين الأخبار. أهلا بكم في أول حلقة من برنامج الناس الكويسة. هكون معاكم محمد صابر كل أسبوع إن شاء الله، هنتكلم فيه عن شعراء العامية ودورهم وتأثيرهم في ثقافتنا. أشكركم على وقتكم في الاستماع لعينة الصوتية.